الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. مشروع تعميم المعرفة يقدم في حقل الاقتصاد القياسي والإحصاء، نقدم معامل التحديد R square وطريقة حسابه coefficient of determination and the way we calculate R square. أرجو أن يكون فيه الفائدة العظمى لكافة أحبتنا الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية، وعلى بركة الله نبدأ. معامل التحديد R square، قدرنا في مثال سابق قيمة معلمتي النموذج الخط البسيط من الشكل الآتي. هذا النموذج الخط البسيط YI هو الظاهرة المراد تفسيرها، يساوي لأنها على شكل خط مستقيم تخيلناها، فتساوي A زائد B في XI. هذا XI اللي هو المتغير العشوائي المستقل الذي نستخدمه في تفسير هذه الظاهرة، زائد الخطأ العشوائي EI. فهنا نحتاج إلى تقدير A وتقدير B بناء على طبعا على البيانات المتوافرة. كانت البيانات المتوافرة التي استخدمناها كما يأتي في المثال السابق، في المقطع السابق، Y اللي هي الظاهرة المراد تفسيرها 100 125 40 150 وهكذا حتى ننتهي ب 300، وXI اللي هي المتغير المستقل المراد استخدامه في وتوظيفه في تفسير التغاير هنا، يساوي 75 70 93 وهكذا حتى ننتهي ب 210. سنحتاج القيم الآتية أو احتجناها في ذلك التقدير في عملية تقدير المعلمتين A و B. هاتان المعلمتان تمثلان معلمتي المجتمع A و B. الآن سنحتاج إلى متوسط الحسابي للمتغير المستقل X، بالحالة هاي جمعنا وقسمنا مجموع هذه القيم 75 زائد 70 زائد 93 وهكذا، جمعناها وقسمناها على عددها، عددها 11 قيمة، بيكون بالمتوسط بالحالة هاي يساوي 192.73. ومتوسط قيم الظاهرة أو المتغير التابع 100 زائد 125 زائد 140 وهكذا، جمعناها وقسمناها على 11، بيطلع عندي النتيجة Y بار اللي هي متوسط Y تساوي 140.45. ونحتاج إلى مجموع مربعات هذه القيم 75 تربيع زائد 70 تربيع زائد 93 تربيع وهكذا حتى ننتهي بزائد 210 تربيع، فبكون المجموع مجموع XI from I equal 1 to 11 هنا طبعا 11 اللي هو حجم العينة أو المجتمع الإحصائي، بيساوي 454,850. ونحتاج كذلك الأمر إلى مجموع from I equal 1 to 11 هو من أول مشاهدة لآخر مشاهدة رقم 11، حاصل ضرب هاتين القيمتين طبعا ونجمعهم بعضهم البعض، XI في YI يساوي 334,570. وسنحتاج بعد قليل مجموع YI 1545 ونثبت بأن مجموع YI يساوي مجموع YI المقدرة، هذه YI هات المقدرة كما ذكرناها في المقطع السابق وتساوي 1545. التقدير الآن بعد عمليات حسابية بسيطة بينا بأن B هات تساوي حاصل الجمع XI في YI ناقص N في X بار في Y بار، طبعا هنا حاصل جمع ضرب المتغيرين المستقل والتابع، مطروح منه حاصل ضرب حجم العين 11 مضروب في المتوسط XI متوسط Y بار هون عفوا Y، مقسم كله على مجموع XI تربيع ناقص N في مربع متوسط X. وبالتالي الآن وA هات بتساوي متوسط الظاهرة أو المتغير التابع Y بار ناقص أو مطروح منه هذه القيمة بعد ما قدرناها نضربها هنا في متوسط XI، فبعطينا قيمة A هات. ما يعني الآن بعد تعويض القيم التي ذكرتها قبل قليل بتكون النتيجة لB هات تساوي فاصلة صفر عفوا فاصلة 79.55 أقل من واحد صحيح، وA هات تساوي سالب 12.86.01. أرجو الرجوع على المقطع السابق حتى تأكدوا من هذه القيم. نكمل الآن صيغة الدالة المقدرة كما ذكرتها في المقطع السابق، بكون بالحالة هاي الدالة المقدرة على شكل خط مستقيم YI هات هذه المقدرة تساوي سالب 12.86.01 زائد فاصلة 79.55
مضروب في المتغير المستقل اكس اي. من صفات الخط المستقيم هذا، الان خط مستقيم، من صفاته انه يمر بنقطتي الوسط الحسابي اكس بار وواي بار، يعني بمر بنقطة الوسط الحسابي للمتغير المستقل والمتغير التابع، ما يعني بأن متوسط القيم المقدرة يساوي متوسط القيم الفعلية. فعلا هنا هاي حاصل جمع واي اي هات على عددها بعطيني متوسط واي اي هات، يساوي بالوقت نفسه يساوي مجموع واي اي اللي هي القيم الفعلية لغير المقدرة الفعلية اللي استخدمها في التقدير على عددها، ويساوي هذا المتوسط يساوي هذا المتوسط. يمكننا التعويض عن قيم XI، هذه القيم الفعلية في الدالة، هذه الدالة بعد ما نعوض عن X الأولى وX الثانية وX الثالثة بنحصل على هذه القيم الأولى الثانية الثالثة. من أجل ماذا؟ من أجل الحصول على القيم المقدرة للمتغير المقدر YI hat، ثم نحسب الفرق بين Y الفعلية وY المقدرة اللي هي، ثم حساب الفرق بينهما للتعرف على قيم الخطأ العشوائي I المقدرة وتوظيف هذا الخطأ العشوائي في كثير من الاستنتاجات الهامة. عفوا، نستكمل. عند استبدال XI بقيمتها الفعلية في الدالة نحصل على ما يأتي. الآن هذه XI استخدمناها، عوضنا كل قيمة بدل هذه، فهاي اكس الاولى اكس الثانية اكس الثالثة وهكذا حتى ننتهي من اكس رقم 11، نحصل على طبعا واي اي هات الاولى واي اي هات الثانية وهكذا حتى ننتهي ب 225.8. متوسط هذه القيم، متوسط القيم الفعلية، يجب وينبغي ان يساوي متوسط القيم المقدرة، لانه ذكرنا بان الخط المستقيم هذا يمر بنقطة الوسط الحسابي لأكس ونقطة الوسط الحسابي لواي، وبالتالي هذا لابد من أنه يكون متوسطه يساوي هذا المتوسط. هنا الآن مجموع، يعني هذا الآن واي اي مطروح منه واي اي هات بيعطينا الخطأ في التقدير، لازم يكون طبعا مجموع الخطأ بالتقدير يساوي صفرا، لكن عندما نربع هذه الأخطاء الموجب يبقى موجب والسالب يصبح موجبا، بكون المجموع 861.2 وهو ما نحتاجه في التقديرات المستقبلية. حيث ترمز XI القيمة الفعلية، طبعا هنا XI للقيمة الفعلية متغير مستقل، وهي التي استخدمت في تقدير A hat و B hat، وطبعا هنا A hat هذه القيمة و B hat هذه القيمة، وترمز YI للقيمة الفعلية للمتغير yi hat المتغير التابع، وترمز yi hat للقيم المقدرة للمتغير التابع، وترمز ei للقيم المقدرة للخطأ العشوائي، وهي عبارة عن الفرق بين yi و yi hat، وترمز ei hat تربيع إلى مربعات هذه اللي هي هذه. طبعا التمثيل البياني، تمثيل بياني عند استبدال XI بقيمتها بقيمها الفعلية في الدالة XI وتصويرها بيانيا مقارنة مع القيم الفعلية لYI نحصل على ما يأتي. الآن هذا البني، هذا البني الفاتح هو الخط المستقيم الذي تم تقديره بواسطة هذه الدالة. الآن إذا الآن عوضنا عن XI بقيمها الفعلية نحصل على قيم مقدر لYI hat، وبالتالي هذا الخط المستقيم. أما القيم الفعلية، هذه هي القيم الفعلية، هذا الخط الأزرق المتعرج. فالآن هذه البيانات المقدرة، هذه البيانات الفعلية، هذه الدالة التي إحنا يعني قدرنا A hat و B hat وكانت قيمها كما يأتي، وبالتالي الآن الخط المستقيم، الخط المستقيم البني تقريب، هو تقريب للمنحنى المتعرج هذا اللي هو الأزرق. الفرق بينهما، الفرق بين هذا الخط المستقيم والمنحنى المتعرج يساوي الخطأ العشوائي EI، بعض القيم موجبة بعض القيم سالبة وهكذا. حساب RI اللي هو الآن معامل التحديد، يعطينا معامل التحديد RI أو R square معلومات عامة أو هامة عفوا عن ما استطاع النموذج الذي استخدمناه في تفسير التغير variation تغير. الآن المتغير التابع هذا يتعرض إلى تغير، فR سكوير مستخدمه في تفسير التغير في هذه الظاهرة أو المتغير التابع،
وبعطي لك كذلك الأمر R سكوير عما بقي مجهولا من تغايره، وهو الجزء غير المفسر. هذا EI اللي هو الخطأ العشوائي، قيم مختلفة، بكون الجزء غير المفسر. بكلمة أخرى، هناك جزء من تغاير الظاهرة YI استطعنا تفسيره، وهناك جزء آخر لم نتمكن من تفسيره فأدرجناه تحت الخطأ العشوائي. دعنا نعرف التغير الكلي. Total Variation في الظاهرة YI كما يأتي، وهي طبعا المتغير التابع. الآن هذا Total Variation، التغير الكلي في YI يساوي مجموع من I الأولى لا حتى أن، يعني من واحد من أول مشاهدة بالواي آي لآخر واحدة، هي رقم 11 في المثال اللي ذكرناه قبل قليل. ليه؟ مربع الفرق بين كل قيمة ومتوسطها الحسابي، الكل تربيع طبعا. هذا هو تعريف التغير. ونعرف التغير المفسر، هذا Total Variation الذي لا يعلمه إلا الله، يعني إلا بعد ما نحصل على بيانات. الآن البيانات استخدمناها في تقدير معلومات دالة، فالآن بعد ما دخلنا القيم الفعلية للمتغير التابع نحصل على التغير المفسر في الظاهرة، وهو كما يأتي الآن. الفاريشن في المفسر يساوي حاصل جمع from i equal 1 لأن لا الفرق بين القيم المقدرة والوسط الحسابي المشترك بينها، يعني هذا الوسط الحسابي المشترك بين هذه yi هات المقدرة وyi هات فعلي، الكل تربيع طبعا. الآن هاي الآن الرسم البياني بتعطينا يعني بعض هيك التصور عما يعني الR سكوير. هذه الآن قيمة فعلية من معلومات يعني فعلية حقيقية قدرناها بشكل على شكل خط مستقيم، فهذه النقطة الفرق بيناتهم الآن هو الخطأ العشوائي. استطاع الآن XI أن يفسر من هذه القيمة إلى هذه القيمة، وبالوقت بقي هناك قيمة غير مفسرة. فالآن مجموع هذه أو يعني مجموع هذه الأشياء المفسرة قسمناها على التغير الكلي بعطينا R سكوير. إذن هاي الآن الخطأ العشوائي، هذا الآن الفرق بين المقدر والوسط الحسابي، وهو التغير المنسوب إلى المتغير المستقل. نكمل الحساب الآن. يعرف معامل التحديد R سكوير رياضياتيا كما يأتي. R سكوير يساوي مجموع اللي هو التغاير المفسر، التغاير في القيم المقدر ل yi اللي هي مربع الفرق بين yi هات الفرق بينها وبين متوسط الحساب المشترك بينها وبين yi الكل تربيع، مقسم على التغاير الكلي اللي هو حاصل مجموع الفرق بين yi ووسط الحسابي. إذن هذا معامل التحديد. هذا التغاير المفسر في الظاهرة وهو يساوي تغاير التقدير، وهذا التغاير الكلي في الظاهرة. نكمل. يمكن فك الأقواس على البسط والمقام كما يأتي الآن. بعد ما نفكها هذه الآن تصبح مجموع YI الكل تربيع هنا ناقص 2 في هذه القيمة في هذه القيمة، وهو تعطيني هو ناقص 2 y i hat في y bar، وهي كلها تربيع، فبتتغير إشارتها لأنها سالب تصبح موجب، وبالتالي زائد الآن y bar الكل تربيع. وبالمقام الآن نقوم بنفس الشيء، y i تصبح الآن y i تربيع ناقص 2 y bar زائد الكل تربيع y bar. وبالتالي الآن من القيم التي ذكرناها قبل قليل هذه yi نعيدها هنا، متوسطها 140.5 يعني 5/10، وهنا yi تربيع الكل 247 و-yi تربيع. لاحظوا أنه عندما نربع هذه القيم المقدرة بيكون مجموعها أقل، لا يمكن أن يتعدى هذا، لا يمكن أن يكون هذا مربع أكثر من هذا، دائما بيكون يا إما بيساوي أو أقل منه. وبالتالي الآن هذا متوسط yi، هذا متوسط مجموع yi تربيع، وهنا مجموع yi هات تربيع، وطبعا كما ذكرنا في المقطع في الشريحة الأولى أو الثانية مجموع yi تساوي 145، مجموع yi هات يساوي 1000 يعني هنا 1545
وهنا 1545. الآن بعدما نعوض هذه القيم التي ذكرناها في بعدما فككنا الأقواس نحصل على القيم التالية تساوي طبعا R سكوير يساوي 229279.47 قسم على 30140.75 وتساوي 97.1%. هذا التغاير المفسر وهذا التغاير الكلي، لا يمكن لهذه القيمة أن تتعدى هذه أقصى قيمة. إذا كان متأكدين 100% من التقدير تبعنا بكون متساويات، لكن ب 99% من الحالات، معظم الحالات بكون هذه القيمة أقل من هذه القيمة، لكن لا يمكن أن تكون أعلى منها. ما يعني بأن الدالة المقدرة استطاعت تفسير الحكي هذا، تفسير R سكوير بأن الدالة المقدرة استطاعت تفسير 97.1% من التغاير في الظاهرة YI، وبقي فقط واحد اللي هو 100% مطروح منها 97.1% هذا، ويساوي أقل من 3%. إذا يعني تساوي هون عفوا هذه تساوي، أنا بعتذر على الخطأ شوي هنا، الخطأ هذا بعتذر عنه، يساوي 2.9%، غير مفسرة، هذا غير مفسرة تعود إلى الخطأ العشوائي EI. نكمل. ما يعني الآن بأن التغير الكلي يساوي هذا الجزء الذي استطعنا تفسيره وهذا الجزء من التغير الذي لم نتمكن من تفسيره، يجب أن يكون مجموع الاثنين 100% أو واحد صحيح. هذا التغير المفسر من الظاهرة وهذا التغير غير المفسر من الظاهرة. والآن هنا يعني أعيد رسم الصورة البيانية للدالة. الآن هذه الدالة الخطية فسرت، هذه الدالة البنية الفاتح فسرت 97.1% من التغير في الظاهرة اللي هي الخط الأزرق هذا أو المنحنى الأزرق المتقطع. شكرا لكم على حسن متابعتكم. لا تنسوا الاشتراك معنا في هذه القناة التعليمية من أجل تعميم المعرفة بلغة الضاد، لغة القرآن الكريمة. وإلى لقاء قريب إن شاء الله بإذن الله الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.